طيب استاذ نادر رونج في بكين، بايدن قال انه ملتزم بالتعاون مع الصين لما فيه المصلحه، اما اذا اعتادت الصين على سيارتنا فسوف ندافع. باعتقادك ما الذي يقصده بايدن بفكره اعتداء الصين على السياده الامريكيه؟ طبعا لا، لم افهم هذا كذلك، يعني لان الصين لن تنوي الانتهاك للسياده الامريكيه ابدا. وهنا الصين يمكن ان نرى التجارب ونراجع في التاريخ. الصين يعني ظلت يعني تتمسك بموقف منفتح مع الولايات المتحده. يمكن ان نرى اذا لم يكن هناك افتازات الامريكيه، الصين يعني لم يكن الردود القويه مع الجانب الامريكي. فلذلك في اصلا لا توجد يعني الانتهاك من جانب الصيني للولايات المتحده. وكذلك كل مره هناك الاستفزازات من قبل الولايات المتحده للصين بسبب قضايا مثلا حقوق الانسان، وخاصه مساله تايوان في هذه الامور. ولذلك اعتقد يعني هذا هو من اجل الرد على الحزب الجمهوريين او هكذا. ولكن موقف الصين كما قلت دائما هو الدعوه الى التعاون، بين ايجاد المزيد من نقاط التعاون بين البلدين، ورغم وجود الخلافات فالتعاون الصين الامريكي يعني يساهم فيسوق للصالح ليس بلدين فحسب، العالم كله.